إلى التوتر الإيراني الإسرائيلي، حيث قال دبلوماسي غربي لصحيفة هارتس إن جهود التهدئة مع إيران فشلت، وأنهم يتوقعون ردا إيرانيا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران خلال يومين. وأضاف الدبلوماسي أنهم يستعدون لأيام من تبادل الضربات في المنطقة. يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية الإيرانية رؤساء البعثات الدبلوماسية لتأكيد عزمها الرد على هجوم إسرائيل. بالتزامن مع ذلك، بدأ سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شيغو زيارة رسمية إلى طهران لمناقشة الأمن الإقليمي. والتقى شيغو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، واللواء باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني، بالإضافة إلى ممثل حماس في طهران خالد القدومي. وتعليقا على زيارة شيغو إلى طهران، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تتوقع أن تقوم روسيا بدور بناء بشأن التوتر في الشرق الأوسط. قال الجيش الإسرائيلي إن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا وصل إلى تل أبيب، وأجرى مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي أليفي تقييما مشتركا للأوضاع الأمنية والاستعدادات كجزء من التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف، ومعنا من واشنطن مراسل حدث بيير غانم، من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك زياد، أي هاجس تناقشه الحكومة الإسرائيلية في مسألة الرد؟ من يخيفها أو يقلقها أكثر، الرد الإيراني أو رد حزب الله المتوقع؟ يجوز الافتراض بأن رد حزب الله قد يقلقها أكثر لعدة أسباب، أقلها بأن المدى الجغرافي بعد حزب الله عن عمق إسرائيل ليس كبيرا، وبالتالي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا ينفع كثيرا في مثل هذه الحالات. المسيرة أو الصاروخ يصل إلى تل أبيب خلال 3 دقائق وأقل، وبالتالي هذا مصدر قلق أساسي بالنسبة للإسرائيليين، فيما أن الخطورة في الضربة الإيرانية إذا أرادت إيران أن تغير العملية عكسية عما فعلت المرة الماضية، بمعنى أن لا تبدأ بالمسيرات التي يستغرقها نحو 9 ساعات، وإنما تبدأ بالأسرع وهو الصاروخ الباليستي الذي يستغرقه 12 دقيقة، هي كافية للتعامل مع مثل هذه التهديدات بشكل عام. ولهذا في إسرائيل بالفعل يقولون أن الأمور غير واضحة حتى الساعة. وفق المعلومات في إسرائيل بأن الضربة، يعني أن إيران استعدت لهذه الضربة، ولكن لا توجد مؤشرات إن كانت ستكون قريبة أو تنتظر أياما. بمعنى إيران السبت الماضي كما سبق وكشفنا حركت بعض المنصات والصواريخ الثقيلة، استنفرت الأوضاع في إسرائيل كثيرا، ومن ثم أعادتها إلى أماكنها. هذا يدلك على أن حرب الأعصاب بين الجانبين على أشدها. طيب أبدأ كذلك لأسأل ناهد، كيف تسير الأمور من عندك؟ هل ثم تطورات عسكرية مشهودة خلال الساعات الماضية؟ حسين، هناك بالفعل مواجهات بين حزب الله وإسرائيل، العمليات متواصلة ولكنها ليست في إطار شيء أو صورة غير الاعتيادية أو صورة استثنائية. ما نشهده هو في إطار المواجهات التي كنا نشهدها سابقا، غارات وعمليات واغتيالات من قبل إسرائيل، ويقابلها رد من قبل حزب الله بسلسلة عمليات، وأخرها منذ بعض الوقت أو منذ حوالي الساعة حيث أطلق سربا من المسيرات باتجاه الجليل الغربي. في هذه الأثناء أصدر حزب الله بيانه قائلا بأنه
استهدف بهذه المسيرات قاعدة ناريا التي يتشغلها قوات أو فرقة من قوات جولاني، هي تقع غرب قاعدة ميرون الجوية التي عادة ما يقوم حزب الله باستهدافها. وقال بأن هذه العملية جاءت ردا على استهداف بلدة ميس الجبل صباحا، والتي أدت إلى مقتل شخصين عنصر من حزب الله، بالإضافة إلى مسعف من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل. لذلك كانت هذه العملية ردا على تلك الغارة. أيضا كان هناك سلسلة من العمليات اليوم حسين، ولكنها أيضا تقع، يعني هذه العمليات كانت استهدفت مواقع إسرائيلية منتشرة على الشريط الحدودي، أي المواقع التي عادة ما يستهدفها. وقد يكون الاستثناء اليوم أو الأكثر أهمية بين كل هذه العمليات تلك التي قام بها في ساعات الفجر الأولى، مستهدفا أيضا حيث قام بهجوم جوي بسرب من المسيرات في الجليل الغربي، أيضا بثكنة إليت، والتي مرت هذه المسيرات فوق عدد من المستعمرات من دون أن ترصدها القبة الحديدية أو أن تحاول اعتراضها. غير ذلك العمليات هي المعتادة. بالمقابل إسرائيل كانت شنت عدد من الغارات التي تحدثنا عنها في ميس الجبل، بالإضافة إلى غارة في ساعات بعد الظهر على بلدة كفركلا، وأيضا استهداف اليوم لدراجة نارية على بلدة عبة في قضاء النبطية أدت إلى مقتل عنصر من حزب الله بحسب مصادر الحدث. منذ بعض الوقت أيضا أعلن حزب الله مقتله ونعه في بيان رسمي. إذن الصورة حسين هي في إطار المواجهات اليومية التي نشهدها منذ أشهر على الجبهات الجنوبية. بيير، الرئيس الأمريكي يجتمع الآن مع كبار المسؤولين الأمريكيين في غرفة الأوضاع، هل رشح شيء عن هذا الاجتماع؟ ليس بعد، بدأ الاجتماع منذ وقت قصير جدا، لأن الرئيس الأمريكي وصل إلى البيت الأبيض منذ نصف ساعة تقريبا. هناك الكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع باقي الأطراف الدوليين خصوصا الفرنسيين، مع مجموعة الدول السبع. الرئيس بايدن تحدث أيضا إلى ملك الأردن صباح هذا اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يسعى إلى القول لإيران لا نريد تصعيدا، من الممكن أن لا تكون هناك ضربة، لا نريد ضربة، لا نريد أن تتسبب أي ضربة بمأساة في منطقة الشرق الأوسط، لأنه عندما يقع التصعيد لا أحد يعرف ماذا يحدث في الخطوة المقبلة. وطبعا يعكس الأمريكيون هذه المخاوف الكثيرة، خصوصا أيضا ما ذكره زميلنا زياد قبل قليل من أن الصواريخ التي يطلقها حزب الله من الممكن أن تتسبب بمآس كبيرة، ومن الصعب صد هذه الصواريخ، وبالتالي المخاوف هي أكبر من ترسانة حزب الله بسبب قصر هذه المسافة، مما هو بالنسبة للترسانة الإيرانية، لأن الصاروخ الإيراني سوف يأخذ وقتا طويلا وسوف يساعد الأمريكيين على صد هذه الصواريخ الآتية عبر مسافات طويلة. ولكن بالنسبة للأمريكيين لا يريدون أن يحدث أي شيء، لا يريدون أن يأخذوا أي خطوات استباقية، وهم ما زالوا يأملون أن لا يحدث أي شيء. طيب زياد، مرة أخرى إذا كان هناك تحديث في لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بالنسبة لهذا اللقاء المهم في هذا اللقاء باعتقادي هي الصورة والفيديو المشترك مع رئيس الأركان الإسرائيلي مرة، ومع وزير الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى، للقول للإيرانيين إن الولايات المتحدة هنا وإلى يمين إسرائيل في هذه المواجهة، على أمل أن يؤدي ذلك ربما إلى نوع من الردع حول حجم الرد الإيراني. لن يمنع الرد الإيراني، هذا يعني يبدو الأمر أكيدا بالنسبة للإسرائيليين، لكن يقولون بأن ثمة مجالا بالضغط على إيران كي تكون الضربة الإيرانية مشابهة للضربة التي جاءت في 13 أو 14 من نيسان الماضي، بمعنى ضربة فيها 300 قطعة جوية، هذا صحيح، ولكن كانت أيضا مدروسة كي لا تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين، وركزت أساسا على القواعد الجوية الإسرائيلية. ولهذا يعتقدون في إسرائيل بأن الإيرانيين يبدون حذرين هذه المرة أيضا، بمعنى يأخذون
دون وقتا للتحضير لهذه الضربة، لأنهم مثلا إذا أرادوا ضرب وزارة الدفاع في تل أبيب يفكرون في إمكان عن طريق الخطأ أن يقع الصاروخ وأن عمليا يمحو حيا أو شارعا في تل أبيب، وعندها قد تكون ردة الفعل الإسرائيلية مغايرة تماما. كل ذلك في إسرائيل يتم التداول فيه. الملفت باعتقادي أن الحكومة الأمنية المصغرة لم تجتمع، لم تناقش الضربة الإيرانية، فقط أجرى نتنياهو مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية. باعتقادي أن ذلك لم يحدث لأن نتنياهو وجالانت لا يريدان تسريبا سريعا من قبل بعض الوزراء على شاكلة بن غفير. طيب نهد، هناك أخبار الآن تم تداولها بأن حزب الله استهدف جبل أو قاعدة جبل نيربا، ويتحدث عن تحقيق بعض الإصابات في الجنود. سأسأل بشكل سريع فيما إذا كان لديك معلومات، وأعود بهذا إلى زياد. تفضلي نهد. نعم، يعني حزب الله أصدر بيانا حول هذه العملية حسين، هي التي كانت أطلق فيها المسيرات منذ حوالي الساعة من الآن، وفي هذه الأثناء صدر البيان من قبل حزب الله مشيرا إلى أن هذه العملية أتت ردا على الغارة التي استهدفت ميس الجبل صباح اليوم. وهذا الجبل هو لم يستهدف للمرة الأولى، هو استهدف سابقا، يقع في الجليل الغربي غرب قاعدة ميرون الجوية، وفيها تتمركز فرقة من لواء جولاني في تلك النقطة التي قام باستهدافها. 20 ثانية زياد للتعليق على هذا الخبر. صحيح، حزب الله يستهدف القواعد العسكرية ومراكز القيادية للجيش الإسرائيلي. بالأمس حاول أن يقتل ضابطا إسرائيليا رفيع المستوى وفق معاريف الإسرائيلية على الأقل. سبق وأشرنا إلى هذا الموضوع من قبل بأنه يبحث عبر المسيرات عن ضباط كبار ذوي رتبة كبيرة، ربما قد يعفيه ذلك حتى من الرد إذا قتل ضابطا إسرائيليا كبيرا في المنطقة الحدودية. طيب بيير، البنتاغون ينقل عنه بأن لا هجوم في الوقت الحالي، لا هجوم قريب، بينما إدارة بايدن ينقل عبر واشنطن بوست بأنها أخبرت المشرعين الأمريكيين بأن الهجوم قد يكون خلال يومين. نريد أن نعرف حالة التناقض هذه. هناك طبعا تناقضات، يجب أن نفهم خبر الواشنطن بوست بأن الإدارة أخبرت الكونغرس بأن الهجوم من الممكن أن يحصل في وقت قريب جدا، الليلة أو غدا. البنتاغون قال شيء آخر، لا هجوم داهم، المقصود ليس اليوم. طبعا هذا كله يأتي بسبب عدم التأكد من حقيقة المعلومات، ولكن ما نستطيع أن نؤكده هو التالي: لم يرصد الأمريكيون خلال الساعات الماضية أن هناك تحركات ميدانية إيرانية من الممكن أن تعطي مؤشرات على أن الإيرانيين في وارد القيام بهذا الهجوم خلال الساعات المقبلة. أعتقد أن الأجواء الإيرانية مفتوحة أمام الأمريكيين، مفتوحة أيضا أمام الإسرائيليين، ويستطيعون أن يروا بوضوح ما الذي يحدث على الأرض، وبالتالي نحن أمام مؤشرات متناقضة، ولكن حتى الآن نستطيع القول أن لا هجوم خلال الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لكم جميعا، من واشنطن مراسل حدث بيير غانم، وأشكر من جنوب لبنان ناهد يوسف، ومن القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول التصعيد في المنطقة، وتحدث بيان الإليزي عن توافق فرنسي سعودي على التحذير من عواقب التصعيد العسكري في المنطقة. وأكد ماكرون أن على جميع الأطراف المعنية أن تتجنب استخدام العتاد العسكري الذي يغرق المنطقة في الفوضى. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية عن اتصال مماثل ماكرون مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية. وشدد عبد الله الثاني أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة.
كما أكد خلال الاتصال ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه وفق المعايير الواحدة. وحذر الملك عبد الله من خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف الوضع التاريخي في القدس، كما أكد أهمية دور الولايات المتحدة في وقف الحرب على غزة والدفع باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيجاد أفق سياسي حقيقي على أساس حل الدولتين. من جانبه أعرب الرئيس بايدن عن شكره للملك عبد الله على جهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تسعى للتصعيد، لكنه أشار إلى أن الرد على إسرائيل أمر ضروري. إيران لا تريد تصعيد التوتر في المنطقة، إن النظام الإسرائيلي هو مصدر التوتر في المنطقة، وللأسف وبسبب نفوذ أمريكا في مجلس الأمن ستواصل إيران حقها في تأمين أمنها والرد على المعتدي بالقوة، ولا يحق لأحد أن يشكك في حقوقنا في الرد على المعتدي. إن إيران تتصرف في إطار ميثاق الأمم المتحدة وستتخذ الإجراء المناسب، وسوف تتحرك بحزم ضد السلوك المغامر لإسرائيل. لقد أعربت طهران دائما عن موقفها بشأن الوضع في المنطقة في إطار علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان المجاورة. من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن إسرائيل أخطأت في حساباتها عندما اغتالت هنية، مهددا أنها ستتلقى ردا حاسما في المكان والزمان المناسبين. إسرائيل ستتلقى ردا حاسما في المكان والزمان المناسبين وستعرف أنها أخطأت في حساباتها، سيكتشفون متى وأين وكيف سنرد. الرد سيكون غامضا وغير محدد. إذن مع ترقب الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، ينتظر أن يلعب الحرس الثوري الإيراني دورا رئيسا في الهجوم المنتظر. الحرس الثوري القوى المهيمنة في إيران برا بالطبع وبحرا وجوا، أنشئت عقب الثورة الإيرانية عام 79 من القرن الماضي كقوة موازية للجيش التقليدي. يضم الحرس الذي يتلقى أوامره من المرشد الأعلى علي خامنئي يضم أكثر من 125 ألف مقاتل، يضاف إلى هذا العدد الكبير من المقاتلين ما يعرف بميليشيا الباسيج المنضوية تحت مظلة الحرس، وتضم متطوعين يتم اللجوء إليهم في كثير من الأحيان لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. يقدر متابعون عدد متطوعي ميليشيا الباسيج بالملايين، بينهم مليون عضو نشط. على المستوى الإقليمي يعد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري المسؤول عن العلاقات مع الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط من لبنان إلى العراق ومن اليمن إلى سوريا. ويمتلك الحرس الثوري معدات وقدرات قتالية واسعة النطاق، كما يشرف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني التي استخدمتها إيران في سوريا والعراق. نخوض حاليا حربا على سبع جبهات تشنها إيران التي تسعى إلى خنقنا، ولكننا بالطبع نعمل على القضاء على وكلائها الإرهابيين. نحن نعرف كيفية التعامل مع إيران بطرق أظهرناها بالفعل وأيضا بطرق أخرى لم نكشف عنها دفاعيا وهجوميا. بين رد إيراني ستحدد طهران ساعة الصفر فيه واستعداد إسرائيلي وغربي لصد هذا الهجوم، تساؤلات حول طبيعة وحجم هذا الرد. خبراء أمريكيون تحدثوا عما وصفوه بالسيناريو الأسوأ الذي قد تتعرض له إسرائيل خلال الساعات القادمة، والمتمثل بقيام إيران وميليشياتها إطلاق أكثر من 100,000 صاروخ وقذيفة على إسرائيل عبر هجوم مخطط ومتزامن ومن دون إرسال إشارات تنذر ببدء الهجوم. ويرى الخبراء أن حدوث هذا السيناريو سيشكل تحديا كبيرا لأنظمة الدفاع الجوية التي تمتلكها إسرائيل وحلفاؤها، وهو عكس ما حدث خلال هجوم إيران على إسرائيل في أبريل الماضي عبر إطلاق 300 صاروخ وقذيفة بشكل عشوائي وغير متزامن سبقه إرسال إشارات، ما دعا الخبراء للتساؤل حول ما إذا كانت إيران سترسل إشارة مرة أخرى، أما أنها ستحاول حقا
التسبب في قدر كبير من الضرر داخل إسرائيل. إذن من عسقلان ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، ومن موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولاند بيجاموف، وسنناقش بشكل مباشر مع ضيفنا كذلك من نيوجيرسي جابرييل سوما، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك دكتور رولاند لأسأل، لماذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا لا يمكن أن تلعب دورا إيجابيا فيما يخص الشرق الأوسط الآن خلال زيارة شويغو إلى طهران؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللضيفين الكريمين وللجمهور. أولا على روسيا أن تفهم ماذا يحدث هناك في إيران. هل نحن أمام التصعيد المتحكم به أو غير المتحكم به؟ أما فيما يتعلق الآراء الأمريكية، صراحة لديهم الحق في تعبير عن وجهة نظرهم، وهذا مفهوم جدا في إطار الندية التي نشهدها نحن اليوم في العلاقات الدولية، وخاصة بين القيادة الروسية والإدارة الأمريكية هناك. يمكن قراءة زيارة شويغو من هذه الزاوية، زاوية الندية. ربما بالفعل شويغو يدرس مسألة الرد المشترك للروس والأمريكان، وعلى حد الأدنى التنسيق والخطط العسكرية في حال نشوب صراع. ربما بعض القواعد الخاصة باستخدام الأسلحة الروسية، الحديث قد يدور هناك أن إرسال أحدث أنواع الأسلحة إلى إيران التي تم إرسالها في الفترة الأخيرة ربما، ويجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق استخدام هذه الأسلحة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، روسيا طبعا الخيار الأفضل بالنسبة إليه هو الخيار لعب دور الوسيط، على الرغم من ما يفكرون في ذلك في واشنطن. ولكن بالنسبة للروس، هذا المبدأ مبدأ سياساتها الخارجية. روسيا ترغب بالفعل لعب دور الوسيط، وهذا أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه. هذا أمر ضروري جدا، وربما كل السيناريوهات ستكون مطروحة على الطاولة. لأن اليوم شويغو اتصل مع نظيره الإيراني، مع رئيس هيئة الأركان للجيش، وكذلك مع الرئيس الإيراني. يعني أكيد كانت هناك الرسالة من قبل الرئيس بوتين وأشياء أخرى والأمور أخرى التي نحن حتى الآن لا يوجد الحديث بالتفاصيل في روسيا عن ذلك. بروفيسور سوما، روسيا تمتلك علاقات جيدة مع الجانب الإيراني وكذلك مع حماس وغيرها، لماذا الثقة مفقودة بها من قبل الجانب الأمريكي في مسألة لعب دور للتهدئة؟ أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. سياسة بايدن أدت إلى ما يحصل الآن في الشرق الأوسط، لأنه وفي بقية دول العالم، منذ أن وصل إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 3.5 سنوات، نجد بأن هناك نزاعات في أوروبا، نزاعات في الشرق الأوسط، وكذلك نزاع مع الصين حول تايوان. أضف إلى ذلك علاقتنا مع كوريا الشمالية. فإذا سياسة الولايات المتحدة تغيرت منذ مجيء بايدن إلى المنطقة. ليست سياسة واضحة، ولا نعلم كيف سوف يكون الوضع في الشرق الأوسط. في الوقت الحاضر هو على فوهة بركان. إيران تهدد بضرب أو بالثأر من مقتل إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. الإمام الخامنئي يهدد بالرد على إسرائيل بسبب اغتيال هنية. كل ذلك
يفسح المجال لمنازعات إقليمية في المنطقة. الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك، ولكن لا يوجد سياسة واضحة أمريكية تجاه ما يحصل الآن في الشرق الأوسط. طيب سيد لافي، في الوقت الذي يزور فيه عسكريون أمريكيون على مستوى عالي العسكريين والجيش الإسرائيلي، والتقون المسؤولين الاستخباراتيين في تل أبيب، يزور مستشارون عسكريون للرئيس بوتين طهران، كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الجهد وهذا التحرك الروسي؟ في أي إطار؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام، وشكرا على المضايقة. أهلا وسهلا. الوضع أسهل من ما يكون وأبسط من ما يكون. عندما رأت إيران أنها لحالها في هذه المعركة تقريبا ضد كل العالم، أرادت أن يكون لها حليف يقف بظهرها، ولذلك استدعت الطرف الروسي أن يكون معها. ولكن كما يعلم النظام الإيراني الشيعي الثوري، إسرائيل كشفت وجهها الحقيقي. هناك نقد كبير داخل إيران ضد الحرس الثوري وضد اشتراك أو إرادة إيران توسيع الحروب في الشرق الأوسط، والثمن الذي سوف من المحتمل أن يدفع الشعب الإيراني تجاه هذه السياسة. ولذلك تريد إيران أو يريد النظام الإيراني أن يغطي عيوبه. عندما انكشف أن ليس له دفاع جوي وليس له إمكانية قتالية لسلاح جو حديث ومتقدم ومتطور، ويريد يهدد العالم بأكمله بما فيها الدول العربية المعتدلة كالمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، عندما طلب النظام الإيراني الحديث أو المداولة والتهديدات لهذه الدول أن لا تحاول. طيب ستعطيه روسيا هذه الفرصة سيد لافي؟ برأيي لا، لأن روسيا تعلم تماما ما هو ثمن الإرهاب، ومع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة لقد تعرضت روسيا بنفسها لأعمال تخريبية من قبل إسلاميين متطرفين، ولا تريد أن تقوي بزيادة. ما هو الإرهاب سيد لافي؟ هل لديك تعريف دقيق للإرهاب؟ الإرهاب الإسلامي المتطرف عندما حصل في روسيا عدة عمليات تفجيرية وقتل ودمار من قبل متطرفين إسلاميين للمدنيين داخل الأراضي للمدنيين. نعم. ماذا عن مدني قطاع غزة والحرب المشنة عليهم من حكومة نتنياهو؟ هذا يسمى إرهاب عليهم كذلك؟ المدنيين في قطاع غزة إذا سميتم مدنيين وهم يقاتلون، وهناك لا. مدنيين الذين يحملون لا الذين لا يقاتلون الذين لا يقاتلون وهم ضحايا ما يرتكب بحقهم هو إرهاب؟ لا يرتكب بحقهم شيء، لأنهم المخربين يتخبؤون من وراء الستات والنسوان. يعني الطريق سبيل المثال، إذا كنت أنت مثلا موجود هلا في مكة المكرمة أو في السعودية أو في الرياض، وأهاجم الحارة اللي أنت ساكن فيها وأقول لك هناك عدوك موجود، ولكن لا يحق لك طيب. أن تقتله دكتور وتقعد عليه لأنه يتخبى بين النسوان والأولاد. طيب. ماذا دكتور رولاند، كانت هناك إشارة يجب أن نتوقف عندها عندما زار الرئيس السوري بشار الأسد موسكو. كانت هناك عبارة أطلقها وتحدث بها الرئيس بوتين، قال المنطقة إلى التصعيد. بعدها جاءت كل هذه الأحداث، هل كان الروس يمتلكون معلومات كافية لما يحدث الآن؟
أعتقد أن الأمور تدل على ذلك، لأن روسيا تراقب عن كثب هذه المنطقة. والدلالة الأخيرة أحدث الدلالة هي زيارة شويغو اليوم. شويغو زار إيران، وهذا شيء مهم جدا. هذه الزيارة تأتي في ظرف يعني حساس جدا، وتويدني مثلا أنا إلى ذاكرة وزير الخارجية السوفيتي شيفارنادزه عندما زار بغداد قبيل يعني في أغسطس، كانت في أغسطس أو سبتمبر، يعني بداية سبتمبر 1990، يعني كانت آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي. ولكن فشل شيفارنادزه ساعتها في هذه الزيارة. وأنا أتمنى إذا شويغو وصل كوسيط إلى طهران قد لا يفشل في مهام هذه الزيارة، ولكن طبعا كل شيء يتوقف على الإيرانيين والإسرائيليين. الآن من يخطو الخطوة الأولى سيكون هو الطرف المعتدي وسيتهمونه، وربما قد يعني كلا الطرفين يريدون الحفاظ على مع الوجه، ولكن لا روسيا تريد مثل هذا السيناريو. وحتى أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا. أما بالنسبة إلى السيد نتنياهو وهو يلعب يمارس سياسة حافة الهاوية، وهذا أمر خطير طيب. جدا، لأن حافة الهاوية هذه يا دكتور رولاند، ولكن ليس في مصلحة الشعوب. اسمح لي أسأل البروفيسور عن حافة الهاوية هذه. ما يقوم به نتنياهو هو اللعب بالنار بروفيسور، بمعنى أن حرب الاستنزاف هذه التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ 10 أشهر لم تحقق شيئا ما؟ مزيد من الأطفال، مزيد من المدنيين في قطاع غزة يذهبون ضحية هذه الحرب. أمريكا أو الرأي الأمريكي الداخلي مقتنع بأن نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب مباشرة؟ لا أعتقد بأن هناك نية لدى إسرائيل أو لدى الولايات المتحدة أو لدى أي طرف بزيادة التصعيد في المنطقة. لا أحد يستفيد من هذا الوضع. في غزة هناك حرب، كذلك هناك توتر كبير بين إيران وإسرائيل في المنطقة، والولايات المتحدة تعمل بكل جهدها بالسبل الدبلوماسية لمنع التصعيد في المنطقة، لأنه لا أحد يستفيد من هذا التصعيد. الشعوب هي بالنتيجة التي تدفع ثمن التصعيد. لذلك كل الاتجاه في الوقت الحاضر لدى الولايات المتحدة هو تخفيف حدة التوتر في المنطقة لكي يتسنى للمباحثات الدبلوماسية. ويبدو بأن الولايات المتحدة طلبت من مصر بأن تتدخل في هذا الموضوع. وجدنا البروفيسور هذا كان معلنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران، كلاهما صرحتا أو اتفقتا من تحت الطاولة على عدم التصعيد، هكذا ينقل ويحكى. هل استغل نتنياهو عدم الرغبة الإيرانية والأمريكية وبالتالي بدأ يتحرك بهذا الشكل؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد بأن نتنياهو سوف يعارض السياسة الأمريكية في هذا الوقت الحرج. يعلم جيدا أنه بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة كما تعلم جيدا هناك سفن حربية أمريكية، هناك حاملات طائرات أمريكية، المقاتلات الطائرات المقاتلات الأمريكية موجودة في المنطقة بكثافة. لذلك لا يوجد رغبة لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى إسرائيل ولا حتى لدى إيران بتصعيد ما يحصل في المنطقة. دعني أسأل بهذه النقطة سيد لافي، نتنياهو استثمر لحظة عدم رغبة إيران بالتصعيد في المنطقة وبدأ بهذا الحراك وهذه الاغتيالات وهذه الهجمات هنا وهناك؟ لا طبعا لا. نتنياهو يعلم تماما أن تصريحات إيران يجب أن تدرس، وليس هناك ثقة فيهم، لأن برأينا إيران هي رأس الحي في المنطقة وهي المسؤولة الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة،
بما فيها الحوثيين الذين هم ذرع يمولون من قبل النظام الإيراني الثوري الشيعي، يا الميليشيات في سوريا وفي الشام، في الشام وفي العراق الذين يهاجمون القواعد الأمريكية الموجودة هناك. طيب، توسعة هذه الحرب، رقعة هذه الحرب سيد لافي، من مصلحة إسرائيل أن تكون فيها؟ إسرائيل لن تريد الحرب، ولكن إذا اضطرت أن تدافع عن نفسها فسوف تعمل كل ما بوسعها لأن تدافع عن مواطنيها، وأن تعمل كل ما بوسعها لأن يرجعوا كل المواطنين إلى ديارهم. طيب، أيهما يشكل هاجساً أمنياً مزعجاً بالنسبة لإسرائيل، الرد من حزب الله أو الرد الإيراني المنتظر؟ إسرائيل سوف تعامل كل عدو الذي يسبب خطر على أمنها القومي. إذا كانت هذه حزب الله يا إيران نفس الإشي، يعني المعاملة سوف تكون متساوية ومتزامنة طبقا للمصالح الإسرائيلية. طيب، روسيا والصين دكتور أولاند يستطيعان أن يجنبا المنطقة كرة لهب فتيلها مشتعل بالأصل؟ أعتقد أن روسيا والصين ستعملان كل ما بوسعهما لتجنب هذا السيناريو، ولكن كما قلت من باب الوارد أن يكون هناك التصعيد، خاصة الجميع يريدون هذا التصعيد، وهناك الأطراف المستفزة التي تقول أن إيران يجب أن ترد، وحتى تملي على إيران كيف ترد على ذلك. ولكن أعتقد الحق يعود إلى إيران لاختيار أولا نوع السلاح، وثانيا المكان، وثالثا الزمن. قد يرد مثلا إيران بطريقة أخرى باستخدام مثلا الشخصيات الإسرائيلية المسؤولة عن هذه الأعمال. طيب، أو دكتور رولاند تستطيع أن تفسر لنا غياب الاتصال الروسي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة؟ ما من اتصالات روسية إسرائيلية؟ لماذا؟ أنا لا أستطيع، لا أعتقد أن هناك غياب الاتصال، ولكن هناك طبعا البرودة. لا يمكن مقارنة العلاقات الروسية الإسرائيلية بتلك أيام وردية التي كانت في التسعينيات، ولكن في نلاحظ في الفترة الأخيرة أن إسرائيل حاضرة جدا. طيب، ولا تريد أن تستفز روسيا، لأن شكراً. هناك مخاوف إسرائيلية من القوى الروسية المتواجدة في سوريا. شكرا جزيلا لكم جميعا، من موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولاند بيجاموف، ومن عسقلان المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، وكذلك من نيوجيرسي جابرييل سوما البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.